بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. سبحان الله، هذا الاحتجاج بالقدر. يعني لو شاء الله، قول الكافرين لو شاء الله، يعني إنه إحنا ما نعبد هذه الآلهة التي نعبدها كان ما كنا كافرين. لو شاء الله تعالى لنا الهداية لكنا مهتدين، لكن هي المسألة مشيئة الله. لاحظوا كيف يحيلون يعني ويعتذرون بقضاء الله وإرادة الله ومشيئة الله. بعدين ولا حرمنا من دونه من شيء، هاي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. لو شاء الله ما حرمنا هذه الأشياء، هي المشكلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني لم يكونوا هم وحدهم الذين اعتذروا بهذا العذر. الذين من قبلهم من طوائف الكفر أشركوا بالله وحرموا ما أحل الله وجادلوا رسلهم بالباطل، نفس الجدال هذا. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ليس على الرسل، استفهام يراد منه النفي. ليس على الرسل إلا أن يبلغوا بلاغا مبينا. أما الاحتجاج بالقضاء والقدر فهذه حجة باطلة، بدليل يعني هم أنفسهم يعني بفطرتهم وعقولهم يرفضون هذا. يعني لو واحد فيهم إجا عليه واحد وأكل ماله وإجا بده يعارضه، قال اسمع أنا أكلت مالك بقدر الله، ليش زعلان أنت؟ بيرضى؟ لا ما بيرضى، لكن لأجل هذا فهم يعلمون حتى بطلان حجتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لإقامة الحجة عليهم ولبيان شريعة الله لهم أن اعبدوا الله، هذا نص رسالتي أو هذا مضمونها، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا كل معبود بغير حق مع الله سبحانه وتعالى. فمنهم من هدى الله، من الناس من هداه الله تعالى وأرشده لأن يعبد الله ويوحده وأن يجتنب الطاغوت، ومنهم من حقت، من وجبت، من ثبتت عليه الضلالة، نسأل الله العفو والعافية. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم، هذا طبيعي برسول الله صلى الله عليه وسلم الحليم الرؤوف الرحيم بأمته وبالناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان حريصا على هداية الناس. إن تحرص أنت بدورك على هداية الناس تجتهد في ذلك وتتعب نفسك في ذلك، فإن الله لا يهدي من يهدي. يعني المسألة ليست بيدك، المسألة عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى إذا بعض الناس عشعش الضلال والإجرام والكفر في قلبه، يعني هذا الله سبحانه وتعالى لا يهديه جبرا، لا يجبره على الإيمان وعلى طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يترك الإنسان حرا يختار، وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن اللي اختار ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. ففي النهاية الله سبحانه وتعالى لا يجبرهم على أن يؤمنوا. سبحان الله. وأقسموا، هؤلاء المجرمون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني جاهدين مشددين في قسمهم، لا يبعث الله من يموت. طبعا هنا لا يجوز البدء بلا يبعث الله من يموت، لأن هذا من أيمانهم، من نص كلامهم. هم أقسموا وحلفوا الأيمان المغلظة بأن الله سبحانه وتعالى لن يبعث الناس، استبعدوا هذا. معقول؟ مستحيل يكون في بعث. بلى يبعثهم الله وعدا عليه حقا، ولا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا يسير على الله. قاسوا المسألة على قدرتهم هم واستبعدوها وحلفوا اليمين في نفيها، لكن هذا على الله يسير، لكنهم لا يعلمون قدرة الله. ولاحظوا أيضا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لما ترونها في القرآن مفعولها محذوف، لا يعلمون ماذا؟ حتى أيضا تذهب النفس كل مذهب، لا يعلمون قدرة الله، لا يعلمون، يعني علمهم قليل. فلذلك جاءت الآية بحذف هذا المفعول، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني بل يبعثهم الله سبحانه وتعالى، يبعثهم ليبين لهم هذا الذي يختلفون فيه وعدا، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. متى سيتيقنون من أنهم كانوا كاذبين؟ بالبعث، لما يبعثهم الله ويرون باليقين بأم أعينهم يتبين لهم أن الذي كانوا يقسمون عليه ما هو إلا يسير
على الله سبحانه وتعالى عن البعث وليبين لهم الذي يختلفون فيه، كانوا يختلفون ما في بعث في بعث ما في بعث، وليعلم الذين كفروا الذين أنكروا البعث أنهم كانوا كاذبين في إيمانهم أو في إنكارهم بالبعث وفي قولهم لا يبعث الله من يموت. حلفوا الآن ليتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، يبعثهم الله حتى يتيقنوا أنهم كانوا كاذبين في هذا الادعاء. إنما قولنا لشيء، لماذا يستغربون ويستبعدون؟ لماذا يستعظمون هذا على الله؟ إنما حصر، يعني هذا ليس على الله إلا أن يقول كن كن فيكون. إيش أنت أصلا من مما خلقت؟ من ماء مهين، اللي خلقك من شيء يستطيع أن يحييك سبحانه وتعالى مرة أخرى. والذين هاجروا، الهجرة أن يترك الإنسان وطنه وأهله وداره، والذين هاجروا في الله، هذا الميزان، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. إذن الهجرة شرطها في هذه الآية في الحديث أن تكون في سبيل الله، والذين هاجروا في الله في سبيل الله، من بعد ما ظلموا، من بعد ما عذبوا، من بعد ما أهينوا وشدد عليهم، لأن أهل مكة كانوا يعذبون المسلمين، لذلك تركوهم وهاجروا من ديارهم. هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله لنبوئنهم، لننزلنهم في الدنيا حسنة. قال بعض المفسرين يرحمهم الله، قالوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني ننزلهم المدينة، المدينة ثم بعد ذلك ما يستولون عليه من فتح البلاد، ويعني تصير لهم الولايات وتتسع رقعة الدولة الإسلامية، ويصير لهم أولاد وخير وسعادة، سعادة المؤمن وشعوره بالرضا عن نفسه وبرضا الله عنه، هذه الحسنة في الدنيا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لكن في الآخرة الجزاء الذي يعد الله به الكبير في الآخرة، ولأجر الآخرة أكبر، جزاء أعمالهم في الحقيقة يكون في الآخرة. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون من؟ مش الذين هاجروا، لو كانوا يعلمون المقصود بهم الظلمة، المشركون الكافرون، فلينتبه لذلك. الذين صبروا هؤلاء، عاد الكلام لوصف الذين هاجروا في الله المؤمنين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء الذين يتوكلون على الله خاصة وصبروا من بعد ما ظلموا في الآية السابقة، صبروا وصبروا على الهجرة، لأن الهجرة ليست سهلة، الهجرة صعبة، فصبروا على ذلك وكله في الله. هؤلاء صفاتهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أن يبوئهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة طبعا لأجر الآخرة أكبر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، لما ذكرنا هذا غير مرة إنهم استغربوا كيف ينزل بشر، لازم يكونوا ملائكة، لا، الله سبحانه وتعالى هنا أثبت إنه حتى الأنبياء والمرسلين السابقين أرسلنا إليهم بشرا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر، يا أهل الذكر، يا كفار، يا مشركين، إذا أنتوا عندكم شك في هذا اذهبوا، يعني اليهود والنصارى اللي بتسألوهم كثير، روحوا شوفوهم في المدينة وفي غير المدينة واسألوهم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور، اسألوهم. الأنبياء السابقين كانوا ملائكة، إشي موسى من وين؟ رجل بشر، عيسى بشر، إبراهيم بشر، كلهم بشر، لماذا استبعدتم هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون بشرا؟ وأنزلنا إليك الذكر، القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس بأفعالك وأقوالك، لأن صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، ما نزل إليهم من وعد ووعيد وأحكام شرعية وعقائد وما إلى ذلك، ولعلهم يتفكرون يتأملون، لعلهم يعملون ويستغلون ويقدرون نعمة الله سبحانه وتعالى باستعمالهم لفكرهم، لأن استعمالهم لفكرهم وإعمالهم لعقولهم لابد وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم. طيب الآن جاءت لغة التهديد، أفأمن الذين مكروا السيئات، هؤلاء الذين يجادلونك، أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، لأنهم مكروا السيئات سعوا لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في دار الندوة وتعرفون القصة، وأرادوا أن يمكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه ينفوه، أفأمن هؤلاء الذين مكروا هذا المكر
أن يخسف الله بهم الأرض، أن يأتيهم خسف كما خسف الله بقارون مثلا، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون إذا كانوا غافلين مثل ما حصل مع قوم لوط مثلا وهم سادرون في غيهم مش متوقعين العذاب، وهذا أبلغ ما يكون العذاب لما الإنسان يكون مش متوقع في قمة الأمن يأتيك العذاب. مثل ما ذكرنا سابقا المخابرات قد ما هم لائمين متى بيجوا بالاعتقال على وجه الفجر والناس 100% نايمين، مستحيل في سهرة مستمرة إلى هكذا، غالبا بتكون بعز النومة هيك قبل الفجر بساعة زمن، الساعة 3 الفجر الساعة 2 بعد نص الليل وبيجوا. سبحان الله، لأنهم يعني لما الإنسان يكون آمنا ومش متوقع ويأتيه العذاب يكون أشد ما يكون العذاب، أو يأخذهم يعني العذاب في تقلبهم، في تقلبهم في أسفارهم، في تجاراتهم، في حال إقبالهم وإدبارهم، وهم ذاهبون وهم يعني آتون في الليل والنهار، فما هم بمعجزين. في النهاية ليسوا بفائتين، ليسوا بممتنعين، ليسوا بهاربين من هذا العذاب، ليسوا بمعجزين الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. أو يأخذهم على تخوف، على تخوف، على تنقص، أو في حال خوفهم ربما، لأن تحتمل هذا وتحتمل هذا، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم بكم لرؤوف رحيم، من رحمته بكم أنه يمهلكم ولا يعاجلكم، إمهالكم وتأجيلكم هذا رأفة ورحمة منه سبحانه وتعالى. أولم يروا، الخطاب للمشركين أيضا، ألم يعتبر هؤلاء المشركون هؤلاء الكفرة، أولم يروا عاد لذكر الأنعام أو لذكر النعم الآن، إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ، من شيء كل شيء، جبال أشجار وما شابه ذلك، ما خلق الله من شيء، أولم يروا إلى هذا يتفيأ ظلاله، الظل تعرفون الظل، الظل الشدو يكون هكذا، الظل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، هذه الظلال تميل يعني يمنة ويسرى عن اليمين وعن الشمائل، عن الجوانب المشرق وعن المغرب سجدا لله، سجدا يعني حتى هذه الظلال ساجدة لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في سورة الرعد، وظلالهم بالغدو والأصالة، يعني ولله يسجد، الظلال أيضا تسجد لله سبحانه وتعالى، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، يعني حال كون هذه الظلال ساجدة لله، كل الأشياء على الإطلاق بما فيها الظلال، وما خلق الله من شيء من أشجار ومن أنهار ومن جمادات، كل هذا مجبول على طاعة الله، لأنها يعني أرادها الله كما خلقها الله كما أراد، فكانت له كما أراد سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهم داخرون، الظلال وغير الظلال، وغير الظلال خاضعون لله، صاغرون لله، لا يخرجون عن أمر الله قيد أنملة سبحانه الله، إلا أنت يا كافر فقط الذي خرجت عن أمر الله. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وما تفيد الإغال في الإبهام، يعني حتى تشمل كل مخلوق في السماوات وفي الأرض، من داب وما في الأرض من داب، والملائكة وهم لا يستكبرون، لا أحد يستكبر عن أن يسجد لله، لا في السماوات ولا في الأرض. بعدين أنت جاي طوعا أو كرها، تعال طوعا أحسن لك، إذا ما جيتش طوعا تأتي كرها، إذا السماوات والأرض لما رب العالمين طلب منهما أن يأتي طوعا أو كرها، شوف السماوات والأرض، أنت شو مقابل السماوات والأرض؟ قالتا أتينا طائعين منقادين، لأنه جايين، وأنت كذلك، بس أفلا تفكرون، لذلك كثرت في الآية تفكرون وتعقلون وتذكرون وما شابه ذلك، يخافون ربهم، هؤلاء المخلوقات التي في السماوات وفي الأرض والدواب والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا أحد فيهم يتجرأ على الإطلاق أن لا يفعل شيئا أمره الله به، أو عن أن يفعل شيئا نهاه الله عنه، لا يتجرأ، إلا أنت يا كافر، يا شاذ، يا مجرم، لذلك استحق العذاب. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، نهى الله عن أن يتخذ الإنسان إلهين اثنين طبعا، ولا ثلاثة ولا عشرة، مش واحد يقول نهى الله عن اتخاذ إلهين اثنين يعني خمسة، معلش، لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا تشركوا مع الله أحدا،
هناك بعض الناس مثل يسمونهم الثانوية، الثانوية هؤلاء عبدوا إلهين، قالوا في إله للنور وإله للظلمة، احنا بنعبد اثنين. لا، الله سبحانه وتعالى أثبت الألوهية له سبحانه وتعالى فقط، الألوهية منحصرة به سبحانه، إنما هو إله واحد. فإياي فارهبون، خافوني وحدي لا تخافوا معي غيري، ارهبوني لا ترهبوا غيري. وهذا الذي أفاده تقديم المفعول به فإياي، ولا الأصل فارهبوا إياي، لكن قال فإياي فارهبون، قدم المفعول سبحان الله لإفادة هذا المعنى الحصر والقصر، يعني ارهبوني وخافوني ولا تخافوا أحدا غيري. وله الدين سبحانه وتعالى واصبا ثابتا واجبا دائما لا يزول ولا ينقطع، الدين الطاعة الإخلاص، ليس أحد يطاع إلا الله سبحانه وتعالى، وله الدين واصبا. الطاعة لو كان في طاعة لغير الله هذه الطاعة لا تكون واصبة، لا تكون دائمة، سرعان ما تزول. يطيع العبد عبدا، عبدا آخر يطيع ملكا، كانوا يطيعون مثلا القذافي، مجرد ما سقط القذافي راح دعسوه. كانوا يطيعون حسن مبارك، راح حسن مبارك بطل حدا يعبره. كانوا يطيعون ذلك المجرم وهذا المجرم، لكن طاعة يعني دائمة واصبة على الدوام هذه ليست إلا لله. وله الدين واصبا أفغير الله، وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، يعني أتتقون من، يعني من غير الله سبحانه وتعالى يستحق أن يتقى ويستحق أن يخاف؟ أي هذه الآلهة التي تعبدونها تتقونها وتخافونها؟ أولى أمرهم إلى زوال. الذي له الدين واصبا هو الذي يستحق أن يعبد، لا هؤلاء الزائلون اللي ممكن أنت نفسك تكسر قبل ما، يعني إذا هيك يعني طرأ لك طارئ تكسر ربك. أي رب هذا الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ وما بكم من نعمة، لاحظوا قبل قليل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، السورة سورة النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة؟ قال وما قال وما بكم نعمة، وما بكم من نعمة صغيرة أو كبيرة، يعني حتى تدخل كل النعم، فمن الله مصدرها الله. نعمة الدين، نعمة الدنيا، نعمة أولاد، نعمة رزق، نعمة ذكاء حتى، لأن النعمة مش شرط تكون مادية، مش شرط تكون النعمة مصاري وسيارات وبيوت. الذكاء نعمة، الهداية نعمة، حفظ القرآن نعمة، الولد نعمة. وهو الولد ممكن يجيك ولد لكن ولد طالح، لا قلة أحسن منه، لكن الولد الصالح نعمة، الصحة، الصحة نعمة. وما بكم من نعمة، هذه النعم كلها فمن الله. هل أنعم عليكم هذه الآلهة، أنعموا عليكم شيئا؟ لم ينعموا شيئا. طب من الذي يستحق؟ الذي أنعم عليكم ولا الذي لا أنعم أو الذي لا ينعم؟ وما بكم من نعمة فمن الله، فالله الذي أنعم هو الذي يستحق العباد. ثم إذا مسكم الضر فإلى من تجأرون؟ إلى الأصنام؟ لما الواحد ينحشر هيك في وسط البحر ولا في السماء ولا كذا، إلى من يجأر الناس؟ هذا الذي يجأرون إليه في هذه الساعات هو الذي يستحق العباد. تجأرون إلى الأصنام؟ لا، إلى من؟ إلى الله. وإذا مسكم الضر، أو ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، تتضرعون، يعني تطلبون يعني الكشف هذا الضر عنكم. إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فاعبدوه إذا نزل بكم حاجة، إذا نزل بكم قحط، بلاء، مرض، مصيبة، إذا أحاط بكم عدو، تجأرون إلى الله، إليه لا إلى غيره، هو المستحق للعبادة. ثم إذا كشف الضر عنكم، سبحان الله، الإنسان طبيعته كفور، كفار، يكفر النعمة. يعني قبل قليل لما أصابهم الضر، المرض، القحط، الهزيمة، المصيبة، الخوف، جأروا إلى الله، كشف الله عنهم الضر بعد ما دعوا يا رب اكشف عنا الضر، كشف عنهم الضر. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون. سبحان الله، طبيعة الإنسان إنه ظلوم كفار كما قال الله تعالى. ليكفروا بما آتيناهم، يعني كان عاقبة تصرفاتهم وأفعالهم وكفرهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. عاقبتهم هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، الكفر، فكان نتيجة ذلك تمتعهم كالأنعام في هذه الدنيا. فسوف تعلمون، تعلمون ماذا؟ أيضا حذف المفعول، تعلمون عاقبة أمركم، تعلمون العذاب الذي سيحل عليكم في الدنيا وفي الآخرة. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم،
بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله تجأرون، بعدما وقع منهم كل هذا، جعلوا لله سبحانه وتعالى نصيبا مما خلق الله سبحانه وتعالى من جمادات أصنام، من شياطين، من بقر، من فئران، من شو ما كان. قال شو؟ يتقربون بها إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله. وهذا القسم يعني قسم شديد، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ما في شيء يفوت الله سبحانه وتعالى، ستسألون عن كل هذا يوم القيامة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، الآن ذكر يعني قمة في السفاهة والسخافة والحمق كانوا يتمتعون العرب بها في الجاهلية، حتى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا المؤمنين، كان من قبح عاداتهم ومن سفاهة وتفاهة عقولهم أن الإنسان إذا بشر بالأنثى، إذا جو المرأة شو حامل بشو، ولا حامل ببنت، ظل وجهه مسودا. شوف الآية، كآبة وغم وانكسر وانكسار، ديبريشن. ليش؟ بنت، ولك البنت أحسن لك. ظل وجهه مسودا كأنها مصيبة من المصائب، يعني ربما تكون المرأة عقيما ولا تنجب له بنتا. أي عقل هاي؟ جايبيته من دار أبوها، ما أنت اللي بتخلف، أنت اللي بتخلف، يعني هي إكس إكس، أنت الإكس واي، فتحديد جنس المولود جاء من من؟ منك أنت. هي شو دخلها مسكينة؟ أقول لا والله جوزي فلانة بتخلف أولاد، هي جايبيته من الشوبينج سنتر، ما هي جايبيته منك في النهاية سبحان الله. لكن من جهلهم ومن سفاهات وتفاهات عقولهم إنه إذا بشر أحدهم قالوا راح تجيك بنت، جاءت هذه الكآبة وهذا يعني القطر على وجهه، ظل وجهه مسودا وهو كظيم ممتلئ بالغيظ والحقد والكره والبغض للحياة كلها. يكظم هذا الغيظ، ما يعني يتظاهر أنه لا يكشفه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، بصير يتخبى من الناس. ليش؟ مستحي. ايه والله مخلف مرة. جماعة عجيب، كانوا زمان عجيبين، جهل مطبق. الله أكبر. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني مستحي أن يلحقه العار إنه إجته بنت. الآن بين نارين، أي يمسكه على هون، يعني متردد بين إنه يخلي البنت يعني ويعيش في هون هوان وذل وعار وفضيحة، أم يدسه في التراب، أم يدس هذا المخلوق في التراب يئده. كان يدفن البنات وهم حيات، وهم يعني على قدر قيد الحياة، مش حيات جمع حية، جمع حية حيات، يعني ليست أفاعي، يدفنونهن وهن على قيد الحياة. تخيل يعني قمة الغلظة والجفاء، بنت رقيقة، بنتك يا أخي، كيف بتحفر لها وهي على قيد الحياة وانت تسمع صراخها؟ وانتم متخيلين المشهد، البنت مدفونة، يعني كيف لما تهيل التراب عليها على شعرها ما بيحن قلبك يا زلمة؟ انت بشر ولا حجر؟ طب لما يفوت التراب بعيونها وتشوفها بتفتف، ما يعني الله أكبر. شوف يعني كيف كان العرب زمان سبحان الله قبل الإسلام، الله أكبر، يعني ولله الفضل والمنة بتغيير يعني هذه العقول. فكان واحد من ثنتين، إما إنه يخليها مع الفضيحة ويظل متنكد طول حياته، أو يقبرها وهي حية وهي على قيد الحياة حتى يتخلص من شؤمها ومن العار الذي سبحان الله. لاحظوا يعني أيمسكهم على هون، ألا ساء ما يحكمون، يعيب الله سبحانه وتعالى عليهم يعني هذا الذي يفعلونه. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. لهم هؤلاء الكفار، وهذا يعني رد عليهم في يعني قالوا الملائكة بنات الله، الله سبحانه وتعالى اتخذ الملائكة، ويعني لاحظ هم رفضوا أن يكون لهم بنات. طب ترفض أن تكون لك البنات وتصف لله ما ترفضه أنت لنفسك؟ سبحان الله. لذلك يعني مثلا ما نسبوا لله الذكور، نسبوا أضعف الجنسين، يعني لماذا؟ كأنهم سبحان الله يعني مريضين، ناس عندهم القطيعة وعندهم القبح
وعندهم سوء الخلق وعندهم قلة الأدب مع خالقهم بلغت كل مذهب. هي قلة أدب ناتجة عن جهل، ناتجة عن كفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك لهؤلاء مثل السوء، لهؤلاء مثل السوء، أما الله سبحانه وتعالى فله المثل الأعلى. وهذه الآية نستشهد بها كثيرا. سبحان الله، سورة النحل فيها كثير من الآيات التي نستشهد بها، يعني ولله المثل الأعلى، نستشهد بها كثيرا. كثير تجد على بيوت الناس مثلا: وما بكم من نعمة فمن الله، أو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بكل خطبة بنقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وجادلهم بالتي هي أحسن. كل هذا وارد في سورة النحل. سبحان الله، سورة عظيمة سورة النحل. فضربوا لله سبحانه وتعالى مثل السوء، لهم مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة، صفة السوء القبيحة السيئة بأفعالهم الشنيعة وبكفرهم على الله وبكفرهم بالله وبكذبهم على الله وبسوء فعالهم تجاه البنات وما ينسبونه إلى الله. أما الله فلله المثل الأعلى. ولاحظ تقديم، ما قال والمثل الأعلى لله، ولله يعني وحده المثل الأعلى. ولو يؤاخذ، شوفوا رحمة رب العالمين، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، لو حرف امتناع لامتناع، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها الأرض يعني من دابة. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحاسب الناس على ذنوبهم التي يستحقونها، لما قالوا الأصنام بنات الله أو الملائكة بنات الله كفروا بالله، لو أراد الله أن يحاسبهم على هذا كان ما ترك على الأرض من دابة، كان أهلك الجميع وانتقم من الجميع، كما فعل مثلا بأهل نوح أو بقوم نوح عليه السلام. لكن الله رؤوف رحيم، يؤخرهم إلى أجل مسمى، حكم يعني سبحانه وتعالى أن يؤجلهم حتى تنقضي أعمارهم. لما تأتي الساعة، إذا جاء أجلهم خلاص، ما في لا تقدم ولا تأخر كما ذكرنا في سورة الأعراف. ويجعلون لله، هذا من عجائبهم، ويجعلون لله ما يكرهون. يكرهون البنات فنسبوا البنات لله، هم بحبوش البنات، نسبوها لله سبحان الله. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني أن لهم الصفات الحسنى والخصال الحسنى، إنه البنات لله هذول يعني التي نكرهها، والحسنى الصفات الأولاد الذكور هؤلاء لنا، أو ربما أن لهم الحسنى أن لهم يعني يوم القيامة سيدخلون الجنة، يعني كل هذا الذي فعلوه، ومع ذلك يؤملون أنفسهم ويضحكون على أنفسهم، إنه يعني ولا إن رددت إلى ربي، مثل ما قال رب العالمين على لسان ذلك الرجل في سورة الكهف: ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أنا كافر اليوم، يوم القيامة بدي أفوت الجنة غصب عنكم، مثل ما قالت شو اسمها هذيك الساقطة، ذاكرين شو قالت؟ نانسي عجرم. واحد سألها قال ليش هي بتدخل الجنة؟ راح تدخل النار. راحت عملت أغنية، شو عنوان الأغنية؟ آه ونص. شو يعني؟ يعني بدخل الجنة ونص. سبحان الله، يعني يصل بعض الناس يصل بهم الكفر إلى حد عجيب. وشوف رب العالمين شايفهم سبحانه وتعالى، قادر إنه كل الأرض هاي ينسفها من الوجود، لكن حليم سبحانه وتعالى يمهلهم. لا جرم أن لا شك أن لهم النار، مقابل هذا الذي فعلوه وهذا الإجرام الذي ارتكبوه، هذا الكفر بالله سبحانه وتعالى، مصيرهم ماذا؟ الحسنى حاشا لله. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون يعني معجلون، أو أنهم مفرطون سابقون إلى النار، مقدمون إلى النار، وأنهم مفرطون، وأنهم في النار منسيون سبحانه، وأنهم في النار منسيون، كما قال قتادة رحمه الله، قال مفرطون معجلون إليها، مقدمون في دخولها كما أثبت الشيخون. فزين لهم الشيطان أعمالهم، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أيضا هذا يمين من الله سبحانه وتعالى بأنه أرسل إلى الأمم السابقة من قبله رسلا. فزين لهم الشيطان للمشركين أعمالهم فكفروا، وقالوا كما قال هؤلاء القوم: أنكروا نبوتك وأنكروا وحدانية الله سبحانه وتعالى. فهو وليهم، من وليهم يعني هو من؟
الشيطان، فالشيطان وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا وظيفتك ومهمتك ومهمة إنزال الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ما الذي اختلفوا فيه؟ اختلفوا في ماذا هم؟ يهود، نصارى، مشركين، اختلفوا في هذا الكتاب، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمهمة إنزال الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهذا الكتاب سيكون هدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. فقط هو هدى ورحمة لهؤلاء المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بس للظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو رحمة وهدى فقط للمؤمنين. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. سبحان الله، أعاد ذكر هذه النعمة هنا أيضا. وإن لكم في الأنعام، ثم عاد إلى ذكر الأنعام، وإن لكم في الأنعام لعبرة. سبحان الله، هذه العبرة يعني ذكر هنا خاصية من خصائص الأنعام التي يعني لو تفكر بها الإنسان حقا يعني لذاب يعني حبا لله، والتفكر فيها يقود لا محالة إلى الإيمان بعظيم صنع الله. شوف يعني تفكروا فقط، إيش العبرة هذه التي في الأنعام؟ الأنعام يعني البقر والإبل والغنم كما ذكرنا. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. شوف الفرث، تعرفون الفرث؟ الزبل يعني، أجلكم الله، اللي ينزل في الكرش، تعرفون الكرش؟ وهي كلمة فصيحة بالمناسبة. فهذا يعني هذه القاذورات التي تكون في بطن يعني هذه الأنعام، يعني تخيلوا لو خرج من هذا الفرث شيء مباشر وتناوله الإنسان، سم ناقع قاتل، صح؟ طيب يا جماعة، أنتوا تفكرتوا هيك بالله؟ الحليب هذا، اللبن الذي يخرج من ضرع هذه الأنعام، البقر أو الغنم أو ما شابه ذلك، من وين طلع؟ من وين طلع؟ طلع لبن صافي أبيض سائغ لذيذ ينزل بالحلق مثل، يا سلام، بكل يسر بكل سهولة. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، بنزل من بين الأوساخ ومن بين الدماء والكذا، بنزل لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان الله، سبحان الله، في نعمة أكبر من هيك؟ ليس هذا فحسب، يستمر في تعداد نعم الله. ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني نسقيكم أيضا أو نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام، ونسقيكم أيضا من ثمرات النخيل والأعناب، العصائر، ويعني وما إلى ذلك، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر بالمناسبة، هذه الآية قبل نزول تحريم الخمر، لأن الخمر حرمت في المدينة ونحن بنحكي في مكة، لكن قال المفسرون، قالوا هذه أول إشارة هكذا على سلم تحريم الخمر. كيف؟ قال هنا ذكر إنه ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من ثمرتها أمرين، نقطتين. النقطة الأولى الرزق الحسن. إيش الرزق الحسن؟ دبس، زبيب من الأعناب، من النخيل، التمر، ربما تصنعون من ذلك خلاً، خل العنب أو خل التمر أو ما شابه ذلك، هذا الرزق الحسن. ذكر ابن عباس قال الرزق الحسن ما أحل من ثمرتها، والسكر ما حرم من ثمرتها. ولاحظوا هنا وين الإشارة إلى حرمة الخمر، هنا إشارة فقط. إن في ذلك لآية، الآية بتعود على الرزق الحسن. إن في ذلك في كل هذا الذي ورد، بس لاحظوا كلمة رزقا ذكر معها حسنا، وكلمة سكرا ما ذكر معها شيئا. يعني ما قال سكرا حسنا ورزقا حسنا، قال سكرا حرام ورزقا حسنا. يعني هذا الخمر ذكره فقط بسكر، لكن ما وصف بالحسن إلا الرزق الحلال، فقال في شيء يعني مفيد وشيء ضار. هذا المفيد حسن وهذا الضار ضار، ما ذكر انه ضار حسن، ما بيجتمع اصلا ضار وحسن. ما بتزبط تقول سكر سكر حسن. شو سكر حسن؟ سكر يطير عقلي، يذهب عقلي، وربما ارتكب الجرائم، وبتقول لي حسن؟ سبحان الله. لاحظوا
الآية التي تليها قال وأوحى ربك، لذلك سميت سورة النحل بهذا الاسم، وأوحى ربك إلى النحل. كيف أوحى إلى النحل؟ ليش هو النحل؟ ما الوحي المقصود هنا؟ كيف يوحي الله إلى النحل؟ الوحي هنا ما المقصود به؟ الدلالة. قالوا وحي إلهام، ألهم الله، يعني غرس في فطرتها، في غريزتها إن صح التعبير. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، شوفوا، من إلها ثلاث مساكن، من الجبال بيوتا، ومن الشجر، ومما يعرشون، مما يعرش البشر، البيوت اللي بيعملوها البشر. ثم كلي يا نحل من كل الثمرات. طيب الآن من هذه، ثم كلي من كل الثمرات، شو معناها؟ من تحتمل أن تكون تبعيضية، يعني كلي بعض الثمرات، لأنه هي تأكل الرحيق فقط، صح؟ هي بتأكل كل الثمرة؟ لا، تأكل كل الشجرة؟ بس الرحيق تأخذ من الزهرة. تحتمل أيضا ثم كلي من أن تكون بيانية، يعني لبيان الجنس، يعني كلي من أجناس الثمرات. أو قالوا تحتمل أن تكون لابتداء الغاية، يعني تأكل يعني الرحيق، لأنه يكون أكلها من مبتدأ الأزهار، حتى الزهرة كلها ما بيأكلها، فتبتدئ بالثمرات لكنها لا تنتهي من كل الثمرات. يعني ممكن تكون تبعيضية، والله أعلم، يعني ربما تبعيضية توجيهها يكون يعني أسهل، إنها تأكل جزءا من الثمرات وليس كل الثمرات. السؤال الثاني وهو الذي يعني يستحق أن يوقف عنده، طيب ثم كلي من كل الثمرات، يعني كلمة ثمرات، يعني إطلاق كلمة ثمرات ها هنا بالنسبة للنحل، يعني النحل ماذا سيأكل من الثمرات؟ هل النحل يأكل ثمرات أصلاً؟ لا، هيأكل الرحيق من الزهرة، ما هو كل الثمرات بدها تطلع شبه تطلع زهرة. طيب لماذا سماها ثمرات هنا؟ لا تصبر في النهاية. أيوة أحسنت، هذا بسموه المجاز المرسل اللي علاقته اعتبار ما سيكون، مثل إنا نبشرك بغلام. كيف يعني هي بدها تخلف غلام؟ غلام عمره 20 سنة؟ مستحيل، راح تخلف طفل عمره ساعة، طفل صغير 3 كيلو، 4 كيلو، يا سيدي 5 كيلو، مش 100 كيلو، أليس كذلك؟ فقالوا هذا مجاز مرسل على اعتبار ما سيكون، وها هنا نفس الشيء على ما سيكون، إنه سيكون ثمرات وسيكون فيه، مثل مثلا في سورة يوسف إذا تذكرون لما قال الساقي إني أراني أعصر خمرا، العنب لما تعصر بتعصر خمر، يعني جيب العنب وارميه بهاي اللي بتعصر بطلع لك شو، خمر؟ لا، أعصر المقصود أنه سيؤول، سيصير في المستقبل بعد التخمير وبعد مروره بعملية التخمير سيصير في المستقبل خمرة، ومن هنا جاء التعبير بالثمرات. فاسلكي، شوف الدقة في عالم النحل، فاسلكي يا نحل سبل ربك ذللا. كيف رب العالمين سهل ويسر بالنسبة للنحل، كأنه دارس جامعة، كأنه بروفيسور، يعني مملكة النحل مملكة الذي يدقق فيها لا يملك إلا أن يقول سبحان الخلاق العظيم. يخرج من بطونها هذا النحل، الكائن الحي الصغير هيك مثل الذبان حجمه تعرفون، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. والله يعني بعض أنواع العسل، العسل ترى مئات الأنواع بحسب شو بيأخذ النحل بيعطيه، اللي بيحصروا لك إياه في مكان هيك خاصة بالشتوية وبحطوا له مي وسكر، شو بده يطلع العسل تبعه؟ سكر سكر. تتذوق، أنا تذوقت مرة من المرات عسل، شو مريحته؟ زعتر يا أخي، زعتر صافي، يحطوه في مكان كله زعتر، بدنا عسل زعتر، فبيأخذ رحيق الزعتر بطلع زعتر. البابونج أو الأعشاب معينة أو بحسب العشبة مختلف ألوانه، سبحان الخلاق العظيم، سبحان الله. فيه هذا العسل الذي ينتج فيه شفاء للناس، لذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يشكو يعني أخاه، إنه أخوه بطنه بيوجعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف له العسل. أول مرة رجع عليه قال ما نفعش، ثاني مرة، ثالث مرة قال صدق الله فيه شفاء للناس، وكذب بطن أخيك، بعدين معه فيه شفاء، العسل فيه شفاء، وهذا ثابت اليوم
يقول لك الأحماض الأمينية اللازمة للإنسان 20 حمض كلها موجودة في العسل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سبحان الله، عالم كامل متكامل. كيف الشكل السداسي هذا بطلع عجيب يا زلمة، بتجيب 100 مهندس مشان يزبطوها بهذه الدقة، ما بيزبطوهاش. بعدين عالم كيف، والله في مجموعة من النحلات انتوا مهمتكم بس تبنوا الخلايا، طلعوا مهندسات هذا الشكل السداسي. مجموعة ثانية انتوا دوركم تفتحوا يعني نوافذ صغيرة او كذا بحيث يكون في تهوية وكذا. انتوا المجموعة الثانية العاملات بتروحوا بتجيبوا لنا رحيق الازهار. هون انتوا وظيفتكم حرس، اذا بيجي دبور، اذا بيجي فأر، اذا بيجي كذا. وقع فأر في الخلية، لو اجتمع نحل الكرة الأرضية كله لا يستطيع أنه يرفع فأر من الخلية. طب والعسل يفسد؟ الله سبحانه وتعالى ألهمهم شو بيعملوا. بيعملوا مثل سائل هلامي، كيف يغلفون به الفأر. كم حجم الفأر؟ بيغلفوا فيه الفأر لو ظل 100 سنة بالخلية لا يفسدها ولا بتحلل، ولا بتحلل. سبحانك يا رب، حتى يجي صاحب الخلية بيشوف الفأر بيشيله والعسل يبقى كما هو. مين اللي علمه؟ الله أكبر. شوف النحل آية من آيات الله سبحان الله. الله أميرة. وعندهم الملكة. ملك. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر. سبحان الله، هذه أيضا آية من آيات الله. الله خلقكم ابتداء ثم يتوفاكم. هذه الحياة الدنيا. الحياة الدنيا ما هي؟ تخلق تعيش قليلا ثم تموت. ومنكم، عدد قليل منكم، بعض منكم، من يرد إلى أرض العمر إلى آخر حياته، مرحلة الخرف، مرحلة بصير مثل الطفل الصغير لا يعي ما حوله، بده حدا يعني سبحان الله لكي لا يعلم بعد علم شيء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أرض العمر، وأعوذ بك من أرض العمر كما جاء عنه، يعني أن يرد الخرف وتوابعه. نعم، الخرف وتوابعه. نعم سبحان الله. ما علاقة طول الزمن؟ هو غالبا أرض العمر الخرف اللي نتيجة في العمر في آخر زمنه. في آخر زمنه، يعني لما الإنسان يبلغ 80 أو 90، وهذا أيضا بحسب يعني بحسب. في ناس يصيبهم هذا الأرض العمر بكير، في ناس على 60 على 70 بصيبهم، وناس بيعيشوا 100 و110 ويبقون، خاصة أهل القرآن. من الثابت عند العلماء أن أهل القرآن الذين أشغلوا يعني عقولهم بحفظ كتاب الله وتعليمه وتجويده لا يخرفون. كان أحدهم يعيش 100 سنة وال110 سنوات وهو يعلم القرآن. كان الشيخ محي الدين الكردي رحمة الله عليه توفي بال2007 أو ال2008، عاش 100 سنة، 99 سنة إلى 100 سنة. أقرأ القرآن، يعني مرة يحدث عنه الشيخ أيمن سويد وهو كان من تلاميذه، قال مرة سألته قلت له يا شيخ كم سنة لك تقرأ القرآن؟ قال ما رضي يجاوبني. قال أنا تحايلت عليه، قلت يا شيخ طيب أنت أي سنة بدأت بتعليم القرآن؟ قال يعني عمري 25 سنة. إذا بتحسبها عمره 25 سنة قبل أن يموت بسنتين فقط، هذول سن يعني بيسموها سن البركة، هيك سن البركة، لكن عقله معه وإذا سئل يجيب. سبحان الخلاق العليم. وجالس في المسجد زاوية الشيخ محي الدين الكردي. هؤلاء العلماء اللي بتشوفوهم كلهم من إنتاج أولئك الجهابذة، أولئك الأقطاب، خاصة قراء الشام، بركة الدنيا في الشام، صلى الله أن يفرج كربهم. قال فحسبتها قلت 25 سنة وهو يقرأ، وبقي يقرأ لحد 98، آخر سنتين قلنا سن البركة. من 25 إلى 98 كم سنة؟ 73 سنة. يعني ذكر أيضا قال كنت وأنا صغير أمر من جنب هيك مثل قبر مكتوب عليه، قبر الشيخ عبد الله المنجد رحمة الله عليه، مكتوب تحته، واحد من تلاميذه يبدو كاتب الشاهد، بتعرفوا الشاهد، القبر عندنا في يعني في سوريا ولبنان الأردن وفلسطين، عندنا شاهد القبر بيكتب اسمه، بيكتب له دعاء مثلا أو كذا، فكاتب على الشاهد من تحت هذا قبر أو صاحب هذا القبر بقي يقرأ القرآن لأكثر من 50 سنة. بيحكي الشيخ قال لما كنت مر وأقرأ العبارة أشوف حالي قزم صغير هكذا مقابل عملاق. قال قلت الله أكبر، 50 سنة وهو يقرأ القرآن. قال حتى طالت بنا حياة
قابلنا الشيخ محي الدين الكردي رحمة الله عليه الذي أقرأ القرآن لأكثر من 73 سنة. تخيل 73 سنة هو يقرأ القرآن. هؤلاء عقولهم لا تهرم ولا تخرف، ثابتون. منهم الشيخ بكر الطرابيشي رحمة الله عليه أيضا توفي في حول هذا السن 97 98 سنة. الشيخ محمد كريم راجح كم عمره الآن؟ 92 سنة. ولما يتكلم أمامك الله أكبر، أسنانه بعد مصفوفات صف، عينه هيك بسم الله ما شاء الله، ولا بلبس لا نظارة ولا إشي. يا أحمد الله يستر علينا، الله المستعان، سبحان الله. فمن أراد يعني أن يحفظه الله من هذا ليكثر من الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري، كان يستعيذ بالله من البخل والكسل وأرض العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات، يكثر من هذا الدعاء. ثم عليك بالقرآن، القرآن من جوامع الكلم. اللهم ارزقني عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. أحسنت، اللهم آمين آمين يا رب. آخر شيء إن شاء الله آخر مقطع أختم به، أصل إلى ربع الحزب. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أغنياء وفقراء طبقات، سبحان الله. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم، يعني هؤلاء المالكون أو الأغنياء، لن يردوا هذا الرزق على الفقراء بحيث يصيرون سواء في الرزق، هذا لن يكون، سبحان الله. أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم أيضا، امتن عليهم بنعمة أخرى، نعمة الأزواج ونعمة الذرية، وجعل لكم من أزواجكم بنين، أولاد وبنات وحفدة، ومن هؤلاء الأولاد والبنات أولادهم وبناتهم حفدة، إذا تكلمتم تسمعون، أنتم حكمكم حكم الآباء، ورزقكم من الطيبات، نعم عظيمة، سبحان الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، يعني بعد هذه النعم يؤمنون بالباطل بالأوثان والأصنام ويكفرون بالرحمن الذي أنعم بهذه النعم، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، هذه الأصنام هذه الجمادات لا يملكون شيئا، لا يملكون إنزال مطر ولا يملكون خلق أنعام، لا في السماوات ولا في الأرض شيئا، ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، من تضربون؟ فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. حاشا لله أن يكون له ند أو أن يكون له ولد أو أن يكون له شريك. ثم ضرب الله تعالى مثلين، هذان المثلان يدلان على يعني بالعقل والمنطق والبرهان، وهذا أسلوب القرآن وهو أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ضرب المثال ليدل ويستدل به كل عاقل على بطلان عبادة هؤلاء.